رياضة مع الحبيب خميس. اليوم في الكورنيش. اي نعم في صحار. أول مرة نسوي رياضة في صحار؟ أنا كل حياتي أول مرة. قبل ما شاء الله. يومين ثلاثة. والله حماس حيوية. أجواء طيبة بعد ساعة. والله وهذاك المنتج وايد فايدني بصراحة. يعني عادة لما ناكل خلاص ما في كبار تطلع كسل. لكن من تشرب هذاك المكمل الغذائي يعطيك حيوية وطاقة انك تقدر تروح تسوي رياضة انك كذا. هذا الشيء اللي انا اقدر اذكر فيه عن المنتج لحد الان اللي هو انه يعطيني طاقة وحيوية. يا سلام شوفوا الكافيهات الجميلة اللي موجودة حاليا في صحار نحن نسوي رياضة. اسمه مشاعر. والله مشينا يا الربع مشينا مسافة ما شاء الله. كم كيلو تقريبا؟ تقريبا مال 5 يمكن احنا وصل 5 الحين 5 كيلو يعني بنكمل 7 كيلو ان شاء الله اليوم والامور طيبة. هذا الفيديو خاص للعراقيين اللي يتابعوني تاج على الراس. أول بداية إن شاء الله اليوم راح أتوجه إلى البصرة، ركزوا معي ولكم مسابقة خاصة. أول بداية إذا الله قدرني راح أحضر مباراة لعبة العراق والفلبين إن شاء الله، هذه نقطة. إن شاء الله راح أكون عريف حفل مقدم فعالية لفعالية القرقيعة اللي راح تقام يوم الأحد في مدينة الألعاب. ثالث حاجة راح تكون كل تغطياتي عن البصرة واحتمال الناصرية، كيف البصرة كيف أجواء رمضان معهم كلها في السناب شات. هذا نقطة. النقطة الأهم الحين كلكم تضيفوني في السناب مسابقة للعراقيين $600 من عندي بدون أي شروط، فقط تدخل سنابي وتكتب أنا عراقي عشان أعرف، والمسابقة للعراقيين فقط $600 لفائزان. حلو، هذا سنابي أو اضغط على الرابط في البايو راح يوديك سنابي. تقتلكم هواية العراقيين جاينكم اليوم إن شاء الله. الحين للعراقيين أسفل هذا الفيديو اكتب أنا عراقي فقط $600 وفالكم الفوز إن شاء الله لفائزان، والسحب هناك في العراق إن شاء الله. السلام عليكم للعمانيين للعراقيين، ركزوا مع الله يخليكم. طبعا أنا نزلت ريلز أني بروح العراق إن شاء الله ومتوجه العراق بإذن الله. هناك في التعليق وحدة عراقية كاتبت تنور عيني، زين رد عليها العماني قال هذا متزوج. شوفوا بخبركم معلومة أول بداية للعمانيين، هناك معهم في العراق عادي هلا عيني فدوة لقلبك الغالي، هناك عادي معهم من نوع الترحيب أن البنت تقول للولد وولد يقول للبنت، عادي هناك معهم في لكن هناك حدود يعني أوكي ما يتجاوزها، بس الكلمات هذه بالنسبة لهم من باب الترحيب. بخبركم يا العراقيين أن تعرفوا أن نحن في عمان لو واحد قال لي بنت هلا عيني هلا قلبي فدوة لقلبك رسلها فيس قلب تقدر تشتكي عليه ويروح فيها، لأن نحن معنا في عمان فقط إذا بتقول حال بنت هلا أستاذة هلا أختي بس. في واحد من ربعنا قال للموظفة قال بالغلط بعد قالها السلام عليكم الغالية، متعود يقول الغالية لأمه، فاشتكت عليه وبهدلوا في الدوام. عشان كذي يا جماعة الخير ركزوا الله يخليكم، هناك بالنسبة لهم شيء عادي، هني شوية معنا تحفظ. بما أني أنا رايح العراق فدوة لقلبكم اشتكوا علي خذ راحتكم لان انا بكون في العراق، اما من ارجع عمان لا ما اقدر اتكلم. سلام صوبهم العراق. الحين بتسحر واليوم ان شاء الله طائرة العصر الكويت ومن ثم الكويت الى البصرة. حبيت اقول لكم تصبحوا على خير ان شاء الله، خلوكم دائما متابعين التغطية اول باول والاجواء هناك ما تتفوت، استمتعوا.